كمرأة رأيي في المدونة أنا ممتفقاش، لأن أنا ممتفقاش أن راجل يضرب تمارة الله يحسن العوان على عرق كتافه ويبني واحد الدار اللي هي في الأخير غادي إلى طلق غادي تعود للزوجة ديالو، ولو أنني أنا ممكن نكون زوجة حتى أنا، ولكن ما غاداش نتمنى. أنا من هاد الأزواج كين خوتي، فعرق الكتاف صعيب. كنتمنى إن شاء الله أنها ما تطبقش فعلا، ماشي الضحيه والاطفال، ولكن غادي يولي واحد العزوف على الزواج اللي هو كاتاستروفيك، لان حنا ديجا دابا كنعيشوا عزوف على الزواج. الدراري ما عندهمش للاسف مساكن الامكانيات، ما كاينش باش يشتغلوا، ما كاينش ما نزيدوش نكملوا على هذا الشيء ونعاودوا نعطيو مشاكل اكبر من هذا الشيء ونعقدوا الامور بمدونه اللي ممكن انها فعلا تخلي البنات عندنا كيف كنقولوا بالمغربيه بايرات، والدراري حتى هما بلا زواج. انا ما عارفاش الرؤيه ديال الجمعيه كيفاش دايره، وما عارفاش علاش كي ينتسبوا باش ممكن يبنيوا هاد الاحكام هذه، ولكن انا اللي ممكن نقول كنتمنى ان يخرجوا قوانين اللي هما يكونوا حمايه للرجل كحمايه للمراه بصفه عامه، ما يكون فيها لا ضر لا ضرار، باش الشمل يبقى مجموع، باش نساعدوا الناس انهم يتزوجوا، ونساعدوا كذلك ان ما يبقاش طلاق بزاف، لان بالعكس هاد المساله هذه حتى هي غتشجع الطلاق. انا اليوم كزوجه الا كان فيا الغدر غدا غادي نشوف بان ممكن الا بقى معايا هذا الراجل غيخونني غدا ولا بعد غدا المدونه في صالحي، ممكن انا ندير 100 سبه باش نطلق وناخذ ديك الدار. الوغ ما متفقاش. المغربيات كاينين بنات الاصل، ولكن ما نرقوش الشمس بالغربال. نخليو الحاجه لكل ذي حق حقه، نخليو الامور تمشي بحقانيه. هي في النهايه كنظن هذه الهضره تقالت هي كحمايه للدراري الصغار، حيت من بعد المره المشكل في الطلاق او المشكل في هذا الشيء كامل كيكونوا الاطفال، فإذا كانت نتيجه ديال هذا الشيء اللي غادي يكون مع الاطفال فانا معاه. اي حاجه اللي غادي تحمي الطفل وما غتشردوش وما غاديش تخليه يوقعوا له بزاف المشاكل فانا معاه. راه اخيب احساس، اخيب احساس هو انك توقف قدام المحكمه كيجيك واحد الاحساس غريب. واخا تورناج بارفوا كنت كنبكي، لان كاينين دي بيرسوناج كياثروا فيك. مراه كتلقاها ما عندهاش فين تسكن، ما عندهاش ما تاكل، والراجل عنده بزاف ديال الحويجات اللي ممكن يستافد داك الوليد منهم ما كيستافدش منهم، وكيوقع داك الحرمان. الطفل هو الضحيه في الاخر، ف احساس خايب. بالعكس انا مع هذاك مع القانون الجديد ديال المراه، انا كنشجعه باسكو المراه مسكينه كتحقر بزاف. لو فات غير انها كتطلق كيقدر الراجل يتزوج يقول لها بسلامه، والوليدات شنو البنت ديالهم؟ يعني ضروري خصو يتامن لهم دار وسكن، هو تلقى البيبي ولا كان عايش في لاشامبغ ديالو داكشي يخرج للزنقه. نو